بارك الله فيك، تفضلي يا أختي. الله يبارك فيك. رأيت أن أنا وبنات من قريباتي كنا خارجين إلى السوق، وأنا طلعت مع اثنتين منهم، وواحدة نعم. منهم هي بنت عمي، وأنا أمشي قدامهم. قالت لي هي رايحة بهذه العباية القصيرة، وأنا ناظرت في العباية وكانت مطرزة بخيوط ذهبية وتلمع نعم. على أكمامها ومن نعم. قدام. ورجعت للبيت ودخلت الغرفة وفتحت الدولاب، وأنا أفتش على واحدة ثانية غيرها. خرجت واحدة كانت معلقة، فتشتها فكانت هي كمامها قصير، كمان هي قصيرة، نعم. زخرفتها من نفس لون العباية. نعم. وأمي شافتني وسألتني ليش رجعتي؟ فقلت لها بغير العباية قصيرة، وبعدين قلت لنفسي ألبس العباية القديمة أحسن، وراح أشتري لي واحدة ثانية. انتهى نعم. الحلم. انت رايحين مناسبة في الحلم. لا، رايحين للسوق نسوق، أنا وواحد من البنات من قريباتي. طيب يا اختي الكريمة، في عندك انت احد واقع في حاجة في العائلة او المقربين لك، محتاج دعم او مساعدة مالية؟ لا، بس أخويا على زواجته. محتاج فلوس وانت مقصرة، ما قادرة تكملي المبلغ اللي يباه، ما قادرة توفري الحاجة اللي يحتاجها. أي الحين حاليا ما معي. نعم، هذا حلمك، بارك الله فيك. وما حمل الله نفسا الا وسعها، القليل اللي تقدميه لاخوك يعتبر كثير بالنسبه لك، فاتمنى ان اخوك يكون متابع البرنامج ويعرف انك ما مقصره، وان ان شاء الله اجرك عند الله ما يضيع. إن شاء الله. العبايه القصيره المخططه بالذهب والفضه هي قدرتك الماليه، ما قادره انك تقدمي المبالغ او المساعده اللي يحتاجها اخوك، ولكن يكفي اننا سمعنا ما في قلبك، اتمنى ان هذا الشيء يوصل لاخوك ويعرف ان اللي في قلبك انك شايله همه، وان شاء الله إن ربنا شاء سبحانه الله. وتعالى الايام القادمه يعطيك ويفيض عليك بالرزق والنعيم والرحمه باذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله. شكرا يا شيخ. الله يحفظك يا اختي. يعني في احلام تفسر نفسها بمجرد معرفه الحاله المتصل، مجرد معرفه اول كلمه من حالته، وبعض الاحيان نعرف حالته من صوته، ما يحتاج حتى يخبرنا.